يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. وصباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربع الموافق 17 مايو 2023. في حياة الأمر الحياة لا تخلو أبدا من المواقف اللي بيتعرض لها الإنسان، لكن في موقف بيكون يعني لا أنا هقف هنا تحديداً عند الموقف ده وأبدأ أعيد ترتيب أولوياتي، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة في حلقتنا في صباح الخير يا مصر. إيه هو الموقف اللي حصل لك وخلاك تعيد ترتيب أولوياتك في الحياة بشكل عام؟ واسأل منا وأعرف منها إيه هو الموقف اللي حصل لك منا وخلاكي تنظري للحياة بشكل مختلف. والله يا عبد الصمد زي ما انت بتقول فعلا الواحد بيحصل له مواقف بتخلي الواحد يفكر بشكل مختلف، يعيد ترتيب اولوياته. صحيح. حاجه بتبقى على راس قائمه الاولويات بتتحرك لورا شويه، بس ده ما حصلش معايا بصراحه. يعني انا موافقه على كلامك جدا، بس ده ما حصلش معايا صراحه. يمكن من وانا صغيره جدا اولوياتي هي واحده دايما، جدودي كانوا في المقام يعني الاول. انت اللي انت عميقه من زمان؟ لا ده ترتيب. انا اسمي عميقه الشراوي، مش منى الشراوي. متهزر؟ لا العمق فينا. لا هو حلو اللي انت تبقي عامله بلان وماشيه عليها وما والله تتغيرش. هي قصه مش قصه بلان، هي قصه انا بفكر ازاي من زمان قوي. انا دايما اشخاصي المفضلين طول عمري من وانا صغيره كانوا جدودي رحمه الله عليهم، بالاخص جدي لامي. فانا كان دايما قائمه اولوياتي ان جدي لامي كان يبقى دايما مبسوط مني وراضي عني، واكتر وقت في الدنيا اقدر اقضيه معاه هو كان يعني صديقي المفضل أكتر من أي حد. فأنا الله يرحمه رحمة واسعة، فكان أولوياتي قائمة عندي نمرة واحد دايما جدي لأمي الله يرحمه، نمرة اتنين أبويا. لحظة، بعد ما جدك لأمك ده توفى هو ده أكيد بقى الأولويات اتغيرت. هو ده اللي بقوله لك، في حاجات مواقف بتتنحى، ولكن يعني لظروف غير خارج عن إرادتنا. يعني فكرة إن هو خلاص الأولوية دي أولوية أولى وتانية وتالتة، في حالة إن الأولوية الأولى ما بقتش موجودة، فالتانية بتطلع مكانها. فاللي بعدها على طول ربنا يطول في عمر أبويا يا رب، صديقي برضه المفضل. بعدها ولادي وصحابي، وانا من الناس اللي حظي حلو جدا الحمد لله في صحابي. ما عنديش بقى الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها عن غدر الصحاب وسحب اللي كنت مفكره صاحبي وما طلعش صاحبي. لا الحمد لله من وانا صغيره صحابي بتوع حضانه هم لغايه دلوقتي اصحابي، صحابي بتوع المدرسه هم لغايه دلوقتي اصحابي، صحابي في الشغل شغلي القديم او شغلي الجديد هم اصحابي. فانا بالنسبه لي ما فيش حاجه بتتغير الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما، يعني يا رب يفضل الموضوع كده يعني. لكن انا عندي الموقف مختلف شويه عنك، لأن يمكن في حاجة دايماً بتغير أولويات الناس كلها، وهي فكرة الفقد. فكرة اللي انت تفقدي شخص عزيز عليكي، أعتقد بتبتدي أمور الحياة كلها تتبدل وبتقفي عند اللحظة دي. وأحياناً لو الشخص ده غالي قوي وعزيز عليكي، بما أنك تحدثتي عن جدك رحمة الله عليه يعني، ففكرة أن الشخص ده دايماً بتقفي كده وتقفي شوية في مكانك على ما تستوعبي ان الشخص ده هو فرقك او غادر الحياه. ويمكن ده اللي حصل معايا وانا في ثالثه كليه. كان عندي ثلاثه من اصدقائي المقربين الله يرحمهم طبعا رحمه الله عليهم، وفرقونا او غادروا الحياه، موتت ربنا، حادثه، يعني ثلاثه ورا بعض. فكان الموضوع صادم الى حد ما بالنسبه لي، وانا كشخص في الوقت ده كان عندي ما اعرفش بقى يعني ضعف ايمان، لسه كنت صغير، فكان في رهبه اذا هو الدور عليا. فبدات اللي انا زهدت جدا الحياه، ما اعتقدش ان لها علاقه خالص يا احمد. لا هو احنا لسه كنت صغير. بالظبط، بس انت برضو تفكيرك بيبقى محدود وقتها، او تفكيرك لسه يعني لسه اول مره تتعاملي مع ده وانت في سن صغير. طبعًا. فبدات اللي انا ازهد الحياه، وانا يمكن كان عندي رهبه بشكل عام من فكره الموت. طبعا فلما طبعًا. تلاقي ده في اعز اصدقائك، لا يبقى انا كده الموقف ده لا لحظه بقى اقف واعيد ترتيب اولوياتي وحساباتي تاني. فكان ترتيب أولوياتي وحساباتي في الوقت ده اللي أنا أكون أقرب إلى الله، لحد 2018 وتحديداً فبراير 9 فبراير 2018. اللي حصل كانت العملية الشاملة. فلما طلعت العملية الشاملة أعتقد فرقت في حياتك كلها. لا أنا شفت ناس، أنا بشكل عام كنت طبعاً بحب وبحترم قواتنا المسلحة والشرطة، لكن زاد الاحترام وزاد الحب لما ألاقي ناس عندها عقيدة صلبة فعلاً مش كلام. أنا أول يوم روحنا فيه يعني حصل عملية محاولة تفجير المكان اللي احنا موجودين فيه كإعلاميين الوقت ده، ولما لاقي إن ضحى بروحه رحمة الله عليه عسكري
وظابط عشان يحمونا من غير ما يعرفونا. فلا كان الموضوع لا نقف بقى هنا نشوف ايه الموضوع. فبرضه انت الحياه بشكل عام المواقف اللي انت بتشوفيها بتخليك اللي انت تقفي وتجددي وتعيدي ترتيب اولوياتك. يعني طبعا رحم الله على كل امواتنا وكل شهدائنا طبعا في الجيش والشرطه. على اي حال يمكن دي مواقفي انا ومنا، لكن اكيد الساده المشاهدين عندهم مواقف ثانيه منها اكيد كتير. مستنيين نعرف منكم ايه الموقف اللي حصل لك خلاك تعيد ترتيب اولوياتك في الحياه. ده سؤالنا الموجود النهارده على صفحتنا على فيسبوك وانستجرام، ومستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها في حلقه النهارده. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.